اقتراح حضرتك انا عدد صفحاتها 1840 صفحة. مطبوعة؟ لا هي مش ليست مطبوعة. لا لا، أقصد يعني وهي مطبوعة ولا كتابة يد الألف؟ لا ما 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 مكتوبة كمبيوتر. كمبيوتر يعني. بس ما انطبعتش في مطبعة. يعني انا جيت قريتها على مطبعة، قالوا لي بس عشان خاطر انت كده رابطها بتفسير واحد، فممكن تشيل التفسير ونطبعوها لك. لكنها طويلة جدا. طويلة؟ لا ما انا لو شلت التفسير هشيل الكلام من الكلام المفسر، لان انا بحلل الكلام المفسر. النسفي. وكان ده اختيار التفسير طبعا. انا لما اعطيت زميلي المادة، الموضوع. لما اعطيته الموضوع اللي كان معي، فرد عليا بعد شهر كده ولا حاجة، قال ده انا سجلت في قسم الحديث وادي الموضوع بتاعك. قلت شكرا. وأنت بدأت في لا رسالتك. جه هو قال لي في الدكتور عبد الغفور يا ريت تستفيد منه. فذهبت لكلية أصول الدين، كان الدكتور عبد الغفور موسوعة علمية ورجل من الناس الصالحين الأولياء، كان بيلبس كاكولا وعمة. فأنا شفته في محاضرة، فوقفت قدام المحاضرة لحد ما خلص. فبعد ما طلع قلت له ممكن أقعد مع حضرتك شوية؟ قال يا لي أنت سلام. اسمك إيه؟ قلت له انا اسمي عبد الكريم. قال لي يا عبد الكريم انت موضوع انت؟ قلت له والله انا مسجل دكتوراه وكنت عاوز موضوع. قال انت موضوعك في الماجستير كان ايه؟ قلت له الوقفه الابتداء. قال لي وانت بتاع الوقفه؟ لاني صار كان علامة الآن لان هو كان في البدايه كان ابن اخته الدكتور حمود الله يرحمه هو اللي كان مشرف، وتحول الاشراف على الدكتور زكي. ما هي اشراف كده سبحان الله كان بالتناوب يعني. إيه؟ فقال لي ده انا كان نفسي اناقشك. قلت له بصراحة أنا خفت منك. خفت؟ قلت قال لي ليه؟ قلت له أنت بتاع قراءات وهتكشفني فأنا برضه. قال لي ده أنا اللي كنت بنقرأ وأنا عارف موضوعك كويس، أنت مجتهد فيه. قلت له خلاص إن شاء الله الدكتوراه تكون أنت مشرف فيها إن شاء الله وتكون معاي. فقال لي والله أنا عندي موضوع بس كل ما أديه لحد يروح ما يجيش. وش كان موضوعه هو؟ اللي هو موضوع القراءات في تفسير الإمام النسفي. فقلت له انا ناخذ الموضوع. قال انا عارف انت هتروح مش هتيجي. هذه فكره الموضوع، فكره الدكتور عبد الغفور. يا سلام. فالمهم قلت له لا ان شاء الله هنيجي. قال طب احكي لي انت هتقسم هتقسم الخطه ازاي؟ قلت له والله انا عندي لها تقسيمين، يا اما اقسمها صور يعني اقول مثلا الربع الاول الربع الثاني الربع الثالث، يعني من ربع القران الاول وربع القران الثاني وربع القران الثالث وربع القران الرابع، وتبقى كده اربعه ابواب او اربعه فصول، او اقسمها نظام فنون. قال لي ازاي؟ قلت له اجمع القراءات اللي اثرت في الفقه الاسلامي واحطها في باب، واجمع القراءات اللي اثرت في العقيده واحطها في باب، واجمع القراءات اللي اثرت في اللغه واحطها في باب، واقسمها للقراءات للنحو وصرف وبلاغه، وممكن واجمع القراءات الخاصه بالمعنى او التفسير. قال لي التقسيمه دي اجمل. فقلت له خلاص انا اعمل التقسيم، وعملتها فعلا. وكتبت على الاساس بناء عليه بقى كتبت التقسيمات كلها موجوده عندي جميل. وبدات نشتغل. طيب.